معانا ام ريان. السلام عليكم، ازيك يا فضيله الشيخ؟ بخير الحمد لله، نعم وفضل. دايما دايما يا رب، ربنا يديك الصحه يا رب دايما، بعز حضرتك في الله جدا والله. الله يرضى عنك يا رب ويبارك فيك يا ستي. الله يبارك لك. معلش عندي سؤالين بس. اتفضلي. اول سؤال، انا بصوم تطوع لله اثنين وخميس. طيب. هل ينفع ان انا يعني اهب الصيام دي للمتوفي؟ وهل لو ينفع اجي ما اهب واقول ايه مثلا؟ الله يفتح عليك، ربنا يجعلك دايما في خير وبركه ونعمه يا رب دايما. احنا وانت قولي، احفظي بقى ورايا، تقولي هيوصل له الثواب قطعا، زي ما نص الامام القرافي قلب الاتفاق، يصل الثواب للمتوفى لو قلتي اللهم هب مثل ثوابي لابي، او مثل ثوابي لاخي، او اسم ثوابي لامي، يوصل ان شاء الله. اللهم هب مثل. انا بسجل بعد اذنك المكالمه عشان ايه احفظها. طيب. اللهم هب مثل ثوابي صيامي لابي لاخي لامي، ان شاء الله يصل اليه ان شاء الله يصل اليه باتفاق. اللهم امين، ربنا يتقبل. ثاني سؤال، ثاني حاجه، مش عارفه هو السؤال ولا لا، انا كنت متجوزه قبل كده وانفصلت عن زوجي وما شافش ابنه وهو عنده زي 3 سنين ونص، ودلوقتي ما شاء الله رايح ثالثه واتجوزت تاني الحمد لله، ربنا عوض عليا وخدته معايا، قلت انا مش هسيبه، يعني مش هسيبه لحد ولا الست ولا اخوه ولا حد يربيه حتى لو احنا ينسيه. والحمد لله هو معايا وربنا رزقه، يعني بحب الناس، يعني انا بيقابلني ناس في اماكن كتير يقولوا نعم بيتك في ريان ونعم الله اكبر، بقابل ناس ما اعرفهاش بيقعدوا يدعي له، فربنا ده الفضل ونعمه من ربنا. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى ربنا بارك لك فيه اهو. طيب، والناس كلها بتحبه والناس كلها بتدعي له، بس في رجاء، انا متجوزه هو معايا والحمد لله، وجوزي بيعامله كويس، بس انا اتشرط على جوز انا اللي اصرف عليه، وانا يعني مديونه عشانه. بلاش تضيقي على نفسك، بلاش تضيقي على نفسك، الراجل عايز من حسن العشره يصرف عليكي وعلى ابنك، انت مش عايزه اليوم عشان ما يستقرش مني في يوم يا فضيله يا ستي. سيبيها سيبيها ماشي يا ستي، سيبيها بالتسهيل، الراجل احسن عشرتك هو على دراعه برضه ومعاه اولاد مني، يعني ربنا يبارك كدا. ربنا يبارك، طعام الواحد يكفي الثلاثه، طعام الواحد يكفي الاثنين والثلاثه والاثنين يكفي الثلاثه، ربنا يبارك. طب أنا يا رب، انا معلش طولت عليك، كان معايا مبلغ كده وجبت بيه شقه صغيره لريان، اوضه ومطبخ حمام وصاله، قلت تبقى مستقبل لان اهله مش يعرفوا يعني ما بيسالوش عليه خالص اطلاقا، فقلت تبقى له حاجه يا عالم قدام ايه الدنيا ليه. طيب. فكنت خالفه من اختي ذهب، وكان الذهب يا جماعه رخيص، لو اعرف ان هو هيغلى كده ما كنت اشتريت، فلو بتمنى لو من حد يعني الله يبارك لهم اللي بيسمعونا يساعدوني، بس يا سيد ده زي من الدين اللي عليا. يا رب ربنا يسهل ويفتح عليك ويبارك لك ان شاء الله ويجمع عليك الخير من اطرافي.